قال بالعلم يسافر لو إلى الصين وأبعد، ما لحب العلم آخر فبنور العلم نسعد. أن من يعلم حرف النسك مشاع النور، لكن من يدخل كهفا من جهلات الأمور. خيرنا من قد تعلم غاية العلم المفيد، إن من لم يتعلم ما له رأي سديد. نحن أبناء الأولى علمنا الكتابة، قد نهضنا للعلم بالتعلم والنجابة. لننادي القراءة والكتابة والقلم، علمنا علم البراءة والطهارة والقيم. أيها الأشوال هيانا على العلم الجليل، فيه نرد الثريا ونحوز المستعيلة.